مجتمع بالذكاء لطف. فالسياسة هي نحلوا مشكل السكن، نعملوا بعض باش نحلوا مشكل البطالة. اليوم رانا ماشي انتخابات شرعية. التغيير نعم، ولكن التغيير الأحسن، مش نغيروا باش نروحوا الأسوأ، نغيروا باش نروحوا الأحسن. وباش نروحوا الأحسن لابد أننا نتغير احنا كأفراد، نغير الممارسات تاعنا، نبدل الذهنية تاعنا، نكونوا بقوة ونغيروا إلى الأحسن، أن احنا نتغير كأفراد. كما نقول أنا لازم فلاشيو مخنا، لابد أن فلاشيو مخنا، نخرجوا من العادات البليدة، من الأساليب البليدة، خرجوا إلى مجتمع متحضر، مجتمع متفتح، ونتفتحوا في الاقتصاد تاعنا، في التجارة تاعنا، في العمل تاعنا، نتلهوا بأرضنا، نتلهوا بولادنا، نروحوا للمدرسة حقيقية اللي تربي نشء اللي يكون في المستوى تاعنا.